صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفى المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فموضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد خاصية فضيلة الحمد للأمة المرحومة. قال الإمام الفقيه القاضي أبو محمد بن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الآية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك العلي الأعلى المتفرد بالعز والجبروت والملك والملكوت، وله الأسماء والصفات والنعوت، صاحب العز والبقاء والحمد والثناء والجود والسخاء والألاء والنعماء، والصلاة والسلام على الرسول الأكرم هادي الأنام ومصباح الظلام والشفيع المشفع غدا في يوم الزحام، وعلى آله وصحابته الكرام الأبطال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى الإمام العلمي الحبر الهمام سيدي أبو محمد عبد الحق ابن غالب ابن عطية الأندلسي المغربي رضوان الله عليه، توفي رحمه الله هذا العلم الجلل سنة 46 و500 للهجرة، كما ذكره صاحب الدباج ابن فرحون، وقال غيره توفي سنة 41 و500، والخلاف بين الفقهاء لا يفسد للود قضية، فقد يروي هذا عن هذا والصغير عن الكبير، ويحددون المفاهيم في تاريخ الوفيات. ونحن عندنا في علوم الحديث من المعلوم بمكان أن تواريخ العلماء والمحدثين والمفسرين لا بد أن نضبطها، ولا بد أن نسوغها، ولا بد أن نقولها، حتى لا يضع لنا يقع لنا الخلل بين الأسماء. فلذلك كانت تراجم الرجال من أهم ما يحفظ طالب علم الحديث لرسول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي رحمه الله، قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا غير جيد، لأن جعل إذا كانت على هذا النحو فلا بد أن يرتبط معها فعل آخر، كما يرتبط في أفعال المقاربة، كقولك: كاد زيد يموت، وجعل زيد يجيء ويذهب. وأما إذا لم يرتبط معها فعل لا يصح أن تكون تلك التي ذكر الطبري. لله الحمد والمنة والشكر، آية من آية الله استغرقنا فيها ما يزيد على 5 كراسي، واليوم سنختم هذا الدرس المتكامل ل5 محطات. والآية الكريمة هي مطلع سورة الأنعام للذين التحقوا جددا، لأن كل يوم أرى الجديد، وهذا من فضل الله. بالأمس كنتم 5 و6 أصبحتم 10، واليوم تقريبا أنتم 50 على ما يبدو لي. ناهيك عن الذين اشتروا الحائط واتكأوا عليه، لو قربتم لنلتم. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الله جل في علاه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الآية توقف بنا الدرس ليلة البارحة في قضية الجعل والتقدير والتصير والتخيير، وبينا أن الإنسان لا يعمل إلا ما أوجبه ربه عليه ويجتنب ما نهاه عنه، لقول الباري جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحاصل عندنا أن الظلمة كلمة عربية تطلق على الحلكة، وبالأمس القريب قلت قال عبد الله بن المبارك
ولم نقل ما قال عبد الله المبارك، ولم يسألني أحد. هذه الأسئلة التي يجب أن يسأل عنها الناس، ماذا قال عبد الله المبارك يا شيخ؟ لقد قلت البارحة كذا. سيدي عبد الله بن المبارك شيخ لسيدنا مالك بن أنس رضوان الله عليهم جميعا، والإمام مالك هو تلميذه، وعبد الله المبارك من 70 محنكا الذين شهدوا لسيدنا مالك بالعلم، حيث أن كان في وقتهم ذاك لا يجلس على كرسي العلم إلا من أجازه العلماء وأسندوه بمسانيدهم، لأن القاعدة عندنا كما ذكر سيدنا مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النصابوري المتوفى سنة 61 و200 في مقدمة جامعه الصحيح صحيح مسلم، مقدمته هذه عظيمة في علوم الحديث، يقول بندا من بنود هذه المقدمة: نحن أمة الإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولذلك العلم لم نأخذه بالشهادات العليا، هذه شهادة الزمان وشهادات العصر، العلم أخذناه من شيوخنا رطبا غدقا طريا من ألسنتهم ومن أفواههم، لأن القاعدة خذوا العلم من أفواه العلماء، ثم يجيزك هؤلاء العلماء بمسانيدهم وإجازاتهم. نحن لم نتعلم العلم في الكتب كما هو حال الأمة اليوم، لحفظ شي يومين 4 حديث يقول لك هو السنة، ما فيش منه هو بس. يا بني افهمها واستوعبها ووعاها وتوعى بها، لأن هناك من النصوص في الأحاديث ما لا يعمل به، يجب أن تستمع للفقهاء والعلماء. لم يوجد العلماء والفقهاء هكذا، حتى تؤسس لأمة لابد أن يكون فيها علماء، وحتى تستخرج لنا عالما من الأمة لابد لنا من سنين، ولذلك نحث الناس على الدوام: علموا أبناءكم القرآن وعلمهم اللغة، لربما يفتح الله عليه فتحا ويسير في هذا الطريق. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هكذا. وهنا عندما نتوقف عند مسألة عبد الله بن المبارك يقول لنا: إذا ما الليل أظلم كابده فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم وأهل الأمن في الدنيا هجوع. هؤلاء انسلخت أنفسهم ووهبوها لله وكانوا مع الله فكان الله معهم، وكانوا خالصين مخلصين خلص، أخلصوا دينهم لله علما وعملا وتبركا وتعلقا بالله. صلوا على النبي. كبدوا الظلمة أي شدة حركتها، والله جل في علاه يعطي لبعض العباد سمة العبادة تتجلى في الليل في مأثورات، يقول الله جل في علاه لسيدنا عيسى بن مريم العفيف عليه سلام الله أو عليهما سلام الله: يا عيسى كذب من ادعى محبتي وعندما يأتي الليل ينام. أن تأخذ قسطا من الراحة هذا واجب، ولكن يجب أن لا تدعوا قيام الليل، ففيه الخير كله. قيام الليل ليس كل يوم، ولو مرة في أسبوع، ها؟ demain c'est jour de férié par exemple، je profite l'occasion. demain c'est samedi dimanche on travaille pas. On est en repos. ولو نخصص يوم واحد. هذه القلوب كما بينت في الليلة البارحة لا تنصقل من الصدى إلا بذكر الله وذكر الموت. الهم هذا لا شيء فيه، يعني ضروري من الهم والغم، الدنيا دار تدور،
فإن أضحكت بكت، وإذا سلمت أمرت، وإذا عدلت يوما فسوف تزول. سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه يقول: إلي تعرضت، يخاطب الدنيا، إلي تعرضت أم إلي اشتقت؟ أما أنا فقد طلقتك ثلاثا، أي طلاقا لا رجعة فيه. والطلاق الثلاث إذا انعقد وجب على الزوج أن يطلق، لأنه طلاق البتة، وطلاق البتة لا رجعة فيه إلا إذا تحللت، بمعنى تزوجت زوجا آخر ثم طلقها بطيب خاطره وعلم أنها قد طلقت من الزوج الآخر، هل يجوز له أن يعود إليها؟ يجوز. أما أن يأتي بالمحلل، وهذا باب عند الإمام مالك في كتاب النكاح، لابد أن نراجع الأمور ونستقها. فسياق كلامنا لغة وشعرا وأقوال العرب وحديث ونصوص وفقه وأصول في جلسة واحدة. أرأيتم لماذا كان الناس يجلس في حلقات العلم؟ أخذت كتاب حديث، أنت تقرأ في الكتاب الحديث، أخذت كتاب التفسير، أنت تقرأ في الكتاب تفسير، لكن عندما تجلس في حلقة عالم تسمع كثيرا من العلوم في النحو وفي البلاغة وفي الصرف وفي الشعر وفي الأدب وفي أقوال العرب وفي وهلم جرا، فتكون زبدة لذلك المجلس والناس تكتب. لدينا ما يزيد على 150 طالب من دول المعمور، من إفريقيا ومن آسيا، ومن يجلسون ويكتبون وهم يدرسون بالجامعات، بدار الحديث الحسنية وبجامعة محمد القامس دراسات عليا، ماجستير وليسانس ودكتوراه، ولكن الحلقة العلمية هي زبدة العلم. طيب، هذا الليل إذا اشتد كبده وسألت الله في كبدها الليل بعد صلاة ركعتين كما بينا وقراءة مثل هذه السورة العظيمة، نلت الزلفة والقربة مع الله جل في علاه بدون شك، لأنك رجل تقيم الليل، يصبح وجهك نائر هكذا مستنير وعقلك صافي. نحن نصوم النهار ونقوم الليل، أتشعرون بتعب؟ أبداً. إذا كانت لك محبة في الباب لن تشعر بالتعب، لا بد من الراحة ولا بد من القيلولة، ولكن بعد العصر ترويحة للصائم، ذكر، قراءة قرآن، جلوس في مجلس علم، بحث عن مرضى في المستشفيات للزيارة، هلم أبواب الخير، لا تحتقر من المعروف شيئا. أحد العلماء جمع كتيب صغير موجود في المكتبات 40 حديثا في صنع المعروف. يا إخوتي، اعمل المعروف في أهله وفي غير أهله حتى تجد أهله، هكذا قال حبيبي صلى الله عليه وسلم. أما هم الأولاد والبنات والعائلة والزمن فهذا لا بد منه. إلي تعرضت قال لها، أم إلي اشتقت؟ أما أنا فقد طلقتك ثلاث. ليس معنى هذا أنه لا يضحك، حبيبي وقرة عيني، وسيأتي في كتاب الشمائل بعدما نخلص من التفسير. كان يسابق عائشة يلعب مع زدي ديدي، هذا شيء لغة الدروبة هذه، لما في المدينة القديمة في الدار البيضاء لما كان جيروا مع بعضنا وشي كيسبق شي، كان سمو ديني فري وزدي ديدي، أليس كذلك؟ لما كانت حياتنا بسيطة، ما كانش فيها التعلق والتمشدق، هكذا كنا البساطة ما أجملها. حبيبي وقرة عيني كان يسابق عائشة، يوقفوا في خط يقول لها تسبقيني ولا نسبقك، سيد الخلق وسيد الوجود. انظروا للذين يقولون إن الإسلام عنف المرأة، الإسلام لم يعنف المرأة، سيد الخلق وسيد الوجود الذي عرفنا بالله وجاءنا بدين الإسلام وبالحنيفية السمحة كان يسابق عائشة، يخط خط على التراب يقول لها تسبقيني ولا نسبقك، ويجريوا مع بعضهم، ومرات يسبقها هو ومرات يخليها هي تسبق، ما فيش بحث. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا دخل أهل الحبشة إلى المدينة وكانت لهم رنة وموسيقى، فقالت يا رسول، استأذنته فأذن لها في فرح من الأفراح في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، النسوة تتغنى ويضربن الدف،
فجاء من فرق بين الحق والباطل؟ عمر. في بيت رسول الله دف وغناء. قال عمر: ساعة وساعة يا عمر، مش شدوا على نفوسكم وديروا روحكم في قرعة وطردوا. كفى لله، لابد أن ننسجم مع قول الله ومع قول رسول الله وما أبى هذه الشريعة السمحة التي أعطت لكل ذي حق حقه. لا بد من الراحة، ولا بد من القراءة، ولا بد من عبادة، ولا بد. هذا شيء عجيب. الظلمات إذا أظلمت في القلب أصابه الصدأ، وإذا أصابه الصدأ لا يغسله إلا ذكر الله. أما الهم والغم فهو مرافق لك، ولكن تتغلب عليه بماذا؟ بهذه الأشياء: بقيام الليل، بالصلاة، بالزكاة، بقراءة القرآن، بذكر الله، بالصلاة على سيدي رسول الله. البارحة توقفنا عند قولنا: إذا أردت أن تنجب ابنا صالحا وولدا صالحا يجب أن تأتي بأربع على أربع. روى الإمام أبو داود السيستاني في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، في رواية علم بته في صدور الرجال، ولد صالح يدعو له. الله، ومن أين سنأتي بالولد الصالح الذي سيدعو لي عندما أقبر في قبري؟ أنت مت وذهبت إلى القبر وإلى مكان لا رجوع منه إلى أن يأذن الله فيقوم الناس لرب العالمين من الأجداد سراعا، لكن عملك ينقطع بموتك، ينقطع عملك، من سيعمل لك؟ لكن هنا حبيبي وقرة عيني يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه الثلاث لن ينقطع عملك، وكأنك لازلت حيا في دار الدنيا تعمل الصالحات فتجزأ عليها من رب البريات سبحانه وتعالى. صلوا على خير البريات. ولد صالح يدعو له. هذا الولد ليكون صالحا لابد أن تأتيه بأربع: الأولى أن تختار له التراب الصالح، والثالثة أن تختار له الأمة الصالحة. قال حبيبي وقرة عيني صلى الله عليه وسلم: الدنيا خير متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. إذا رضى الله أن يعذب شخصا يأتيه بمرأة تعذبه العذاب عذابين، وما أكثر دسائس النساء، وهذا موضوع كبير لو تحدثت عنه أطلع من باب المسجد سيرجمونني بالحجر. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا لا يقول كلاما هكذا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. عشر ذهبيات وخمسمائة ألف مليون، إياكم تقربوا وراء واحد حطونا تم عساس. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أين كنا سيدي؟ ولد صالح. الله يصلح أيامكم ويصلح ذريتكم، وأعلم علم اليقين ما تعانونه. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن استهدوا بالله يا سيدي، وصليت ركعتين في الليل وقريت ما كتب الله وقلت: اللهم اهديه، اللهم اهديه، اللهم اهديه يا رب، اللهم اجنبه لخدمتك وطاعتك. دعوتك لابنك وبنتك هذا أكبر سلاح، بدون شوشرة وبدون ضوضاء وبدون عوجاء وبدون تركيب الأمور أكثر مما تستحق. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اصلح نفسك أنت ليصلح محيطك. إذا ضربت بالدف والغناء لا تقول لك قالوا: إذا كان رب البيت، هذا مثل آخر لا ينطبق على الأول، إذا كان رب البيت ضارب بالدف فلا تسأل أهل البيت لما رقصوا. أنت يجب أن تكون القدوة، أنت قدوة أبنائك، وأنت أيها المرأة قدوة بناتك. عندما تحيض الفتاة لن تتكلم مع أبيها، تتكلم مع أمها. وكانوا سيادنا يقولوا: إذا بغيتي تخطب المرأة شوف أمها قبل. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. البرمة عندك سكاس، فيكم حد ما يديرش الكسكسو هنا ولا شنو؟
البربارة عندك سكاس؟ نعم. أليس كذلك؟ نعم. هكذا صلوا على النبي. العلم المغربي ما لا يعلى عليه، لأنه سهل وبسيط ويدخل بالفتاشة. قالت إما الولد الصالح، قال العلماء لكي ننجب ولدا صالحا نختار له هذه الأربع: التراب الصالح، والمرأة الصالحة، والاسم الصالح. كلكم ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. المغاربة تفننوا، هذو اللي عندنا. واحد عبد الجبار ما بقيناش نسمعوها نهائي. عبد الجبار، عبد الله، عبد الإله، قليل خيركم من عبد أو حميد. أما اللي خارجين أنتم ما شاء الله، لا هذوك ما غينطقوش مزيان، أنت مالكم مالهم، أنت تطبق شرعك اللي كان قال لك ربي. اختر الاسم الذي يستاغ لذلك الاسم، أن تختار له اسما صالحا حتى إذا جاء يوم القيامة ناداه باسمه واسم أبي، وتعلمه القرآن. هكذا قال العلماء. قلنا لهم هذه الأربعة لا ينطبق على تعليم القرآن. قالوا إذا علمته القرآن، القرآن سيعلمه كل شيء. وعندنا القاعدة يا ما يا أبنائي، أبنائي الأبرار، لا جونيس، لا كاتخيام جينيراسيون ولا سانكيام جينيراسيون، فوزيت دي جون، أنتم رجال الغد. وكيف تكون رجال الغد؟ ينطبق عليكم هذه الأشياء. من تعلم القرآن وحفظ القرآن سهلت عليه جميع العلوم. خذوها من الشيباني هذا. من حفظ القرآن سهلت عليه جميع العلوم. اقرأ اللغات، اقرأ التكنولوجيا، اقرأ التقدم والتحضر وكل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك، لأنك حفظت أكبر علم وأجل علم وجد في صدرك. سكن، سكن ماذا؟ سكن في قلبك. ماذا سكن في قلبك؟ سكن كلام الله، وكلام ربي سبحانه وتعالى له أسرار، وأسرار عظيمة جدا للغاية. سر القرآن لا يناله كل أحد، ولكن من أراده ناله. من شمر على ساعد الجد وتلى القرآن ولو حافظ كل ليلة يتلو منه ما شاء الله. حبيبي وقرة عيني يقول: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن، فإنه كالإبل في عقالها. ما معنى هذا؟ أنت حفظت وأنت حافظ وقارئ للقرآن، جميل، لكنك لا تتعاهده سينفلت منك. الرجل البدوي في الصحراء في البيداء دولو ديزيرت، لما يأخذ لشاميل أو لشامو ويربطه، قال له: أعقلها وتوكل على الله يا رسول الله، أما توكل على الله ثم أعقلها؟ قال: أعقلها وتوكل على الله. إذا أطلق لها العنان ستسيح في الصحراء ولن تجدها. صلوا على النبي. شوف المثل الذي أتى به الحبيب. انظروا، essayez de comprendre les exemples que notre prophète سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم pour situer la situation et pour donner aux gens les explications qui doivent être cromées dans leur cervelet et dans leur cœur. صلوا على الحبيب. بعد هذه الأربع يا إخوتي الكرام، mes chers sœurs, mes chers frères، تأتي بعدها أربع. قال العلماء: ابنك هذا في السبع سنين الأولى ريحانتك. ريحانتك، الله، ما معنى ريحانتك؟ c'est une rose, c'est une belle rose. Vous avez un petit jardin devant votre maison. Vous avez mis des roses, des tulipes, hein, d'hibiscus, je ne sais pas quoi dire. Chaque jour, tu l'arroses avec de l'eau. Chaque jour, tu prends sécateur pour la hein, découper un petit peu pour qu'il se, hein, se protège. يعني تراعيها، رعاية. Tu prends soin d'elle. C'est quelle? La rose. قالوا ابنك هذا كأنه وردة في جنانك. إذا لم تقابلها وترعاها وتنظر إليها وتقلمها هكذا ستموت. وإذا ماتت العقل
مات القلب، أو بالأحرى إذا مات القلب مات العقل. هكذا ابنك في السبع سنين الأولى à l'âge de 7 ans c'est comme une fleur dans votre jardin ريحانتك. قلنا طيب وفي السبع سنين الثانية ولدك 14 سنة. Maintenant le petit il a 14 ans. Alors je prends avec lui, je joue du football, je parle à l'époque. Je parle pas à mon époque d'avant. وهذا اللي خصكم تفهموه وخصكم تعلموه. تعاملوا مع أولادكم بأسلوب الزمن. ما فيك ما تحرك، لكن لبست أنت السيرفيت وسير معاه لو تيغان ولعب معاه. هو كيشوفك أنت هو أنت هو الكبير، ما عندوش قدوة أخرى إلا أنت. ونحن نريد أن تكون أنت قدوته في كل شيء. ولعب معاه الكرة، ولعب معاه الشطرنج، بوكوا با. ولعب معاه الكولفازير، ولعب معاه البيار، ونمشي معاه في الميول ديالو. لما أنت تؤدي رغباته التي ليست ممنوعة ولا مقطوعة. عندما تأمره بشيء سينفذ. صلوا على النبي. هكذا كان يتعامل الناس. Il y a quelqu'un qui habite à côté de la maison de ma mère. وإلى أن شيء. وأنا متشائم من هذه القضية. فوجدته يعطيه أكل يومي ولكن يعطيه شوكولا خاصة. إذا جاءوا الضيوف وما درش القباحة. الذي سبحانه وتعالى دلل لنا هذه الأشياء في الكون ودللناها لكم زين، فمنها ركوبكم ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. لو لم يدلل لنا هذه الحيوانات لما استطعنا أن نتعامل معها. هذه الحيوانات. والذي كرمه رب العزة وقال ولقد كرمنا بني آدم زين وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وهو الإنسان. الإنسان كرمه رب العزة من فوق سبع سماوات وضع له التكريم. ولم يكرم الإنسان في هذا الكون كما كرمه الله جل في علاه. كل المواثيق وكل الكلام على الرأس والعين، ولكن ميثاق الله ميثاق غليظ، لأن ربي سبحانه وتعالى وضع صيغة لتكريم الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، ما قالش كرمنا المسلمين ولا أهل الجزيرة العربية اللي نزل فيها الدين والإسلام. قال ولقد كرمنا بني آدم. كل آدمي ذي كبد رطب يجب أن تكون معاملتك معه حسنة. سيد المصطفى الحبيب صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شحال هذه ما صليتوا على النبي. اللهم استرح. ايوه استرحت انا وانتم لقيتوا الغايه. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان له جار يهودي، يهودي كان يضع له القمامه في امام بيتي، ياخذها الحبيب ويتخلص منها ولا يكلبه على الموضوع. شاك جور سو فوازان ديبوز دوفون لا بورت دو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما كانت هي شي بورت نيت بالقفال وبالدنيا والدبرمان ومش عارف ايه والناس كلها خايفه. ما هذا؟ ما هذا الذي يعيش فيه الناس يا حبيبي؟ بالامس القريب بمدينه الصويره ومراكش وفاس الناس ما عندهاش ابواب، عندها اخوي 100. وإذا جاء الرجل يطرق باب الرجل هكذا يصفق، إذا المرأة الرجل غير موجود ترد عليه بالتصفيق. قال العلماء ولما لا تخلو شكون؟ لا لا راه خارج غادي يجي. قالوا سيسمع صوتها، وهو ضاع لف اللفة وشد الطريق يبدأ يفكر وين الحاج محمد هذا واخده صغيرة. أيوة ودين ويليه لوي وإبليس شاطر مهندس كبير. من يقد عليه إلا سيدي ومولاي اللي يصلي في الليل ويقرأ القرآن ويسبح. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت تردها. هكذا التربية المغربية اللي ما بغيناهاش وطلقناها وما تليناش بغيناها وما عجبناهاش، كان العالم يحسدون عليها. هكذا تربينا مع أهلنا ودوينا. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. والمرأة إذا ذهبت إلى المرأة تريد منها شيئا تدل لا تسمع صوتا ابدا، تدل زعما الشيباني موجود
انظروا قصة جميلة أسوقها لكم تفرحكم في هذه العشية، لأن كثرة الناس منغصين مع العيالات هذه الأيامات، أنا واحد منهم، ولهذا سمعوا وخذوا وديروا روحكم ما سمعتوش. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. رجل بائع للقماش في السوق، تزوج بامرأة تصغره سنا وهنا طامة، لما دخلت بيته كانت الأمور على مستوي على عالي العال، يأتي يتوضأ ويجلس ويغسل يديه وتضع له الطاجين وتجيب له الطست يغسل، وذات يوم حطت الطاجين من غير طاس، زي ما تديروا انتم مسير اللافابو، هي راه ولات حدا في المغرب قاعده تعيوا راسكم. هذيك الخدمه الربانيه هذيك اللي ما يعرفوهاش الناس، تغسل على الضيف وتقريه وترحب به ثم تضع له ما يسر الله ان تضع. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا. ايوا سيدنا لما جاءته بالطاجين لم تأتيه بالغسيل، قال اين الغسيل؟ قالت له هذا بنت في دارك نوض غيرها خطوه للروبيني. الله ما هذا الكلام المعسول؟ قال لها جاتك كيماك اليوم؟ قالت لي هي جات لعندي. واش قالت لك؟ قالت لي الراجل اللي طقوه بحال السلوم من درجه درجه، هز العكاز قال لها تكسرت، قال لها لا جات امك ولا راه تكسرت من اول درجه. التربيه يا ساده، هذا الكلام احكي خرافات قد تتهيأ للناس، لا نستنى حد يعالج لنا أمورنا بعلم السوسيولوجيا والبسيكولوجيا والكلام الفاضي. نحن أمة إذا صلحت قلوبنا وصلحت زوجاتنا صلح أبناؤنا. السبع سنين تانية 14 سنة أصبح ولدك تديه الجامعة تلعب معاه كذا، في السبع سنين الثالثة 21 سنة خادمك، من لم يخدم أباه فلا خير فيه. قال الحبيب جاءه سائل فقال إن أبي يطلب مني مالا على الدوام. نظر فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له اسمعوا يا أبنائي، أنت ومالك لأبيك، تربع ولدي، أنت ومالك لأبيك، تقول لك وبمالك بدنيتك لأبيك. شفت التربية كي دايره يا سيدي؟ صلوا على النبي صلى الله عليه. طيب في السبع سنين الرابعة هنا الطامة، عدوك أو صديقك، الله ابني يصبح عدوي، يا ورا ولا 28 سنة سكت تقلب لي على امرأة، يا يقولوا الله يرحم والديك، الله يرحم باباك، الله يرحم من قراك. سيادنا المغاربة الأولين لما يقرأ القاري يقول الله يرحم من قراك، الله يرحم باباك، الله يرحم والديك. رحم والدين هذه كانت دايره حاله، الراجل يهز الجبل فوق ظهره غير بالله يرحم الوالدين. صلوا على النبي. وهذه ما كايناش في العالم الا عندنا بالمناسبه، هكذا 28 سنه. اذا في السبع سنين الاولى ريحانتك، انا درجت شويه باش توصل للمعلومه، والسبع سنين التاليه 14 سنه ولدك، والسبع سنين الثالثه 21 سنه خادمك، والسبع سنين الرابعة عدوك أو صديقك 28 سنة. اللهم ارزقنا رضا الوالدين. آمين. والله يا أبنائنا الكرام الفضلاء الوجوه النيرة، وبنات الفضليات العفيفات الطيبات الصادقات، يسر الله زواجكم في قريب غير بعيد. آمين. زوجوا أولادكم مادام عنده الإمكانية وخدام وعنده دخل وعنده ما يقضي، زوجوا. اش كتسنى لي هي بلغت كذا؟ الوليدات اليوم بغاو الزواج، هما متقي الله ويحفظوا في القرآن، ولكن بغا يتزوجوا. ما تقعدش تسنى تعال نشوف لك بنت عمك في دمنات، هو تسنى الجن تيطيب اللحم، هو غادي يموت هنا وانت ما فكروا في هذه الأشياء. زوجوا وليداتكم، خليهم يديروا بيوتهم يفتحوا، إلا تزوج ودار بيت ودار وخدام وبخير ودير وليدات انت تهنيتي، وقعد في دارك نهار تخاصم معاه يجيك، معليش مازال تابعك هو، هذا اللي كاين، دير لي حل مع هادو مع هاد العائلة مثلا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الظواهر الاجتماعية هي التي يجب أن نتحاشاها، أن نصلح ذات البين ونصلح بيوتنا، لأن إذا أصلحنا بيوتنا أصلحنا مجتمعنا. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا. الأسرة ثم الأسرة ثم الأسرة.
وأنت رب الأسرة، أنت المسؤول الأول والأخير. من عتبة بابك للداخل أنت المسؤول، من عتبة بابك للخارج مش شغلك، دير في راسك، لا تقول لي دير ولا ما دير. واحد عطس أو خدا مشوار وساس مني خلاته حاشا الحضور، انطق واحد قال ليه شد، هذه جائزة عندنا شرعا ولا شيء فيها. دخل رجل فتبول في المسجد، نهض الصحابة وبغي يدقوا عمود، صلوا على النبي، كيف تبول في مسجد رسول الله؟ ماذا قال لهم الحبيب؟ اتركوه، اتوا بدنوه بماء، بمعنى استلطع الماء، وهرقوا عليه وانتهت القضية. رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإحنا إذا كنا نتبع سنة رسول الله وأنه حبيبنا وقرة عيوننا وهو قدوتنا وهو أستاذنا ومعلمنا، يجب أن نتتبعه في سيرتي، في أعمالي، في رحمته بالناس. دخل إلى دار فنظر إليه جمل وبدأ الجمل يبكي، صلوا على النبي، الجمل عرف رسول الله ورفع شكوته إلى رسول الله، قال يضربني ويحمل علي الأثقال ويجيعني. فاشتدت فرائص رسول الله، كان حبيبي لا يغضب إذا هتكت حرمة من حرماته، هو يسلم الأمر لله ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، لكن إذا هتكت حرمة من حرمة المسلمين يغضب، والحيوان والنبات وهلم جرا، حتى الطير ما يسلمش. فشكى له فنادى من صاحب الجمل؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد شكاني شكاك إلي وقال إنك تجيعه وتضربه. انظروا حقوق الحيوان عرفها محمد بن عبد الله من 14 قرن جالسا مع أصحابه، نور الله سريرتكم، قولوا أمين. 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 وهدى بناتكم وأبنائكم للخير والمكرمات، أمين، لتفرحوا وتتلج صدوركم. ما في أم ولا في أب يكره أولاده أبدا، كل الآباء والأمهات يريدون أبنائهم أحسن منهم، لكن الطريقة هي المعضلة، لا بد تكون باللين. جلس مع صحابته رضي الله عنهم فإذا بطائر يسمى الحميرة جاءت تفرفرف ترفرف، فقال من فزع هذه في فراقها؟ قال أنا يا رسول الله. قال رد عليها بيضها، رد عليها فراقها. قد يقول القائل وكيف محمد بن عبد الله يفهم ما يقوله الحيوان؟ الباب الذي السبورة التي تعلم فيها سليمان بن داود بن إيش عليه السلام وسخر له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أعطاه لحبيبه، لكن حبيبي لا يريد أن يبين كثيرا على ذلك. متى يبان لنا ذلك؟ بالمسجد النبوي، دخل جني وبدأ يعمل أعمالا فقبضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الحبيب حتى خرج لعابه ولسانه وبرد لسانه ولعابه وصل إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو شئت لربطته على سارية المسجد النبوي وتركت الصبية يلعبون به، فتذكرت قولة أخي سليمان ربي هب لي ملكا زيد لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا الأدب، انظر، هذا سيد الخلق، سيد المتأدبين، وإنك لعلى خلق عظيم. وبالمناسبة أنتم تعتمرون وتحجون كثيرا، إذا يسر الله لنا في الشمائل فكروني أذكركم بالأسطوانات الثمانية الموجودة بالمسجد النبوي، صلوا على النبي يا خير كثير. هذا الابن إذا عملنا معه هذه الأعمال صلح أمره، وكان قلبه عليه نور من الله وليس ظلمة، وجعل الظلمات والنور، الظلمة هي الحركة والصدى للقلوب. قال حبيبي وقرة عيني فيما رواه سيدي أبو عيسى الترمذي بن ثورة رضوان الله عليه في جامعه، يقول صلى الله عليه وسلم إن القلوب
تصدأ كما يصدأ الحديد. القلوب كتصدي بحال ما كيصدي الحديد. قالوا وما جلاؤها يا رسول الله؟ يعني كلنا زمان كنديروا الفنايق ونديروا الفضة في الدار والبراد ومش عارف ايه والمقارج والصواني، هي من الخير ولا زال الخير في الأمة. والبرارد الوالدة الله يعطيها صحيحتها ويطول عمرها، لما تيجي العيد ولا تجي المناسبة كتجيب السقلة وكتلمع هذاك الشيء باش يولي جديد كأنه يلاه شراته. صلى الله على النبي. هذا نفس المثال، القلوب تتصدي مع العام. باش نجليوها نشريو لها السقلة ولا شنو؟ ولا ميرور؟ ها؟ أون بوزوان كي غوفيان سا بريونتيل. ذكر الله وذكر الموت. إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قلنا ما جلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله وذكر الموت. أرأيتم يا سيدي كم هذا الدين سمح وسهل، بحال قاعدين كنتذاكروا ونتدارس كلام الله. هذا من اليسر ومن التسهيل في هذا الدين، بدون تعملق وتشدق والفخفخة والبيانات الغير مفهومة. ديننا سهل، ديننا بسيط، جمعه سيدي عبد الواحد بن عاشير المتوفى سنة 40 و1000 للهجرة. فقال قلنا لي ما الإسلام يا سيدي بن عاشير؟ قال نفصل وطاعة الجوارح الجميع، قول وفعل والإسلام الرفيع، قواعد الإسلام 5 واجبات وهي الشهادة الشرط الباقيات، ثم الصلاة والزكاة في القطاع، والصوم والحج على من استطاع، علم بالله الرسل والكتب والملائكة من بعد القروب، فقدر كقدر صراط الميزان، حوض النبي جنات ونيرا، فأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، الدين دي التلاتي خذ أخوى عرق. سيدي بن عاشير رضي الله عنه الأنصاري الفاسي جمع لنا الدين في هذه 5 أو 6 أبيات. الوليدات صغيرين كيحفظوا في الكتاب وفي المسيد القرآن وتحفظوا هذا بن عاشير، تيكبروا ما كنخافوش عليهم. علاش؟ لأنهم عرفوا الطريقة إلى الله وفهموا، ما يجيش حد غادي يظن في راسه. ما أحوجنا إلى هذا الطريق؟ ما أحوجنا يا أبنائي. كنت بهولندا ببلجيكا بمازيك السنة الفارطة، وزارني الأحباب من هولندا وكانوا يحضرون يأتون من هولندا إلى الدرس. وصح حقيقة الناس في المغاربة في بلجيكا وكذا يعني شوية واقفين شغلهم، الجامعة مرسي ثم راكم شوية راو أعيد النظر ثم مهتمين غير نعرف. أنا أنت ماشي في الطريق ما في عاد يقول لك السلام، جيت من داري لهنا يدوزوا بحدايا ما يقولش حتى السلام عليكم. الله إيه الحلاوة دي يا ابني؟ حبيبي وقرة عيني يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا ما هو يا رسول الله؟ قالوا أفشوا السلام فيما بين، أفشوا السلام بينكم. وسيدي من باب الدار لهنا ما فيش واحد قال لي السلام عليكم يا سيدي، غير عاملونا كأننا ناس برانيين ولدايزين ما نفهموش، وعشيباني جاي من الجبل كنت نعرف الغنم. هو سيدي يقول لي السلام عليكم، شنو فيها المشكلة هذه؟ دليل على أن الأمور ها أنا جولي لا سيتياسيون. في علوم الحديث تعلمنا كيف ندرس النص وكيف نبينه وكيف نستخرج منه فوائد. ها حديث أم زرع خرجوا منه 400 مسألة العلماء الحديث. يا أبا عمير ما فعل النغير خرج منه مع 300 ولا 200 مسألة ولا قداش حديث واحد، إنه كلام رسول الله أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب بأبي وأمه أوتي جوامع الكلم، كلمه فصل. أوصني يا رسول الله، قال قل آمنت بالله ثم استقم. الله جوج كلمات خفيفات بحال هادشي اللي ندير فيها أنا. هكا سيادي قال نعلمه يواجب لي علماء، دابا ندوي معاهم كلام ثاني مش هذا، كل حاجه لها حاجتها. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه وسلم تسليما. وقال السدي وقتاده والجمهور من المفسرين. سمحني يا سيدي الفقيه، اسمح لي. متن ابن عاشر الذي سردت عليكم منه جزء في الطاعات لله، الاخوه في هولندا ما يتكلموش فرنسيه ولا يتكلم يا انجليزيه يا فلمانيه،
وعربيتهم تاهما شوية. بعض الناس والشباب المتحمس الدارس وصلوا مواصل في الدنيا ولكن لم يفرطوا في حفظ القرآن وفي وقابلوني وجلسوني. أحدهم أخذ ابن عشير وترجمه للغة الفلمانية ووضعه في المدارس. اهتموا بهادشي، اهتموا بهادشي، أنتم ملزمون وستسألون عنه يوم القيامة. أبناؤكم يأتونني، البارحة جاوني ثلاثة، يأتونني ويسألونني، وعندما يسألونني لا يفهمون العربية. وسيدي فرض أنا ما نتكلمش فرنسية ولا إنجليزية، وجا شي فقيه آخر مسكين ما يتكلمش إلا عربية، كي غيستافدوا هاد الوليدات؟ صلوا على النبي. ولكن وليدات متنبهين، ثلاثة أبناء شباب جاءوني فسألوني من مدة، وأعطيت أحدهم مسألة لربما موجود قدامكم هنا. أين أنت؟ أخرج من القمخم. وليد، أين وليد؟ مش موجود. على كل، سألني سؤال فأجبته، ثم سألني سؤال فأجبته، ثم دللته على عالم، عالم ليس من علماء المسلمين، عالم من بريطانيا اسمه مارتن لينكس. هذا الشاب ذهب فبحث ففاجأني، وليداتكم ساهلين خاص غير مني ينورهم. جاب لي بحث متفصل، ويا ريت جابوا مكتوب، جابوا في مخي، جلس معايا ويحكي معي ويقول لي كذا 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 كذا، وسرد علي قصة برمتها. صلوا على النبي. مما يدل أن الوليدات ما لا حرج عليهم، مش الصغار اللي دايرين، الكبار اللي دايرين وحاصلين في الصغار. زمان يقولوا لنا الصغار يدورا وحصلوا في الكبار، لا سيدي، انتم راه عندكم الكبار دايرين والصغار حاصلين في امسكن. صلوا على النبي. اهتموا بولادكم وببناتكم، واللي بلغ الزواج زوجوه، لا تسنوا ليه، وقريوهم وعلموهم. زيد نعم سيدي، اسمحوا لي ربما انا وقال السدي وقسادة والجمهور من المفسرين الظلمات الليل والنور النهار، وقالت فرقة الظلمات الكفر. الإمام السدي هذا من المفسرين، وهو إسماعيل أبو عبد الرحمن رضي الله عنه، سمع أنس وقيل سمع أبي هريرة والحسن بن علي وغيرهم، وسمع من جمهور من العلماء، وهو رضي الله عنه من كبار المفسرين والمحدثين. توفي رحمه الله سنة 127 زيد زيد. والنور النهار، والنور النهار، النور هو النهار، ضوء النهار، هو أعطيني غير شمع اليوم ولو قيد في النهار من العلم لأعرف كيف أسلك هذا الطريق، أليس كذلك؟ بل لكن في الليل إحنا محتاجين لضوء كبير، وهو ضوء القمر ليلة البدر. الظلمة محتاجة لنور، والله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الآية. زيد زيد. وقالت فرقة الظلمات الكفر والنور الإيمان. نعم. قال القاضي أبو محمد رحمه الله، سيدنا القاضي أبو محمد رضي الله عنه وأرضاه، حتى نختم الدرس، رد على هؤلاء العلماء كلهم فقال يجب أن تضعوا الكلمة في محلها. الظلمة ظلمة والنور نور، لا تقول إن الظلمة كفر وإن النور الإيمان. هذا لم يرغب فيه سيدنا القاضي عبد الحق بن غالب بن عطية، لأنه ذكي في اللغة ورجل لغوي. المصطلحات لي سينونيم، لوسكون دي لوبسكوريتي سي لوبسكوريتي، اي لوسكون سي سي لو جور سي لو جور، ها سي سا ونو نو. الوغ كذلك في العربية، عندما نقول الظلمات فهي الظلمة، وعندما نقول النور فهي النور. وهذا المفهوم القرآني، والقرآن كله مجاز، قد يأتي في بعض المرات تجد كلاما مجازا، والقرآن مجاز، فيه مجاز. والمجاز في اللغة العربية سي كومون ديراج سي لو سونس فيغري، فو بارلي دو كيلك شوز مي فو دوني ان اكزامبل دوتر شوز بور ليكسبليكاسيون اي بور ابورتي او جون كي فو ايكوت la simplicité de quoi? De l'explication, pour qu'il reçoit la note et la règle qu'on vient de situer dans notre discussion. Zidasi. قال القاضي أبو محمد رحمه الله
وهذا غير جيد لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي. لا بد أن نفهم اللغة. انظروا اللغة ماذا تفعل العربية لنفهم القرآن. قال رضي الله عنه: لا بد أن نضع الكلام في محله. فهو لا الكلام الذي قيل من المفسرين هؤلاء لا ينطبق على ماذا؟ لا ينطبق على اللغة العربية. ولذلك صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم المغاربة العلماء الأولون هم من حددوا لنا المفاهيم وأرشدونا إلى هذا الكتاب المحرر الوزيز في تفسير الكتاب العزيز للمغربي سيدي عبد الحق بن عطية الأندلسي رضي الله عنه وأرضاه. لهذا الغرض شدوا عليه الوثاق لأنه رجل عالم كبير ومن علماء الأندلس، ثم يعني علمه داعى صيته في الدول المغاربية إلى ما لا نهاية. زيد نعم سيد. وهذا هو طريق اللغز الذي برئ القرآن منه. والنور أيضا هنا للجنس فإفراده بمثابة جمعه. نعم، قال الله جل في علاه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ختاما لهذا الدرس، يعدلون، عدل عن الشيء بمعنى أزاع إلي تانكليني إنه برون با لو شمان ديريكتلي ديريكت. Alors tu pars du chemin d'ici et tu t'inclines, inclines, incliné. العدول. العدول عن الله. العدول عن الله إلى أين تذهب؟ هو يقول: ففروا إلى الله وأنت تعدل عن الله. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماء. ففروا إلى الله، كل شيء نفر منه. السبع، هل تفر إليه أم تفر منه؟ تفر منه. Tu vas courir parce que tu as peur de lui. لكن هنا يقول لك: فروا إلى الله، كل شيء تفر منه إلا إلى الله فإنك تفر إليه. اللهم اجعلنا من الذين يفرون إلى ربهم. آمين. ومن الذين يخشون ربهم. آمين. ومن الذين أنعم الله عليهم في الدنيا والآخرة. آمين. اللهم اجعلنا من أحبابك. آمين. ولا تطردنا عن بابك. آمين. اللهم استر عوراتنا. آمين. وآمن روعاتنا. آمين. وأهدي أبناءنا وبناتنا. آمين. اللهم استر عيوبنا. آمين. وفرج همومنا وكروبنا. آمين. اللهم علمنا ما جهلنا. آمين. اللهم علمنا ما جهلنا. آمين. اللهم علمنا ما جهلنا. آمين. اللهم علمنا من علمك المخزون. آمين. وانصرنا بسر اسمك العظيم المصون، وافتح آمين. علينا يا رب فتوح العارفين بجاهد الجمعة الأولى من رمضان. آمين. نسألك في هذا اليوم المبارك وفي آمين. هذه الساعة المباركة التي آمين. يستجاب فيها الدعاء بين العصر والمغرب، وفي هذا اليوم المبارك من جمعة رمضان، نسألك يا ربي أن تنصر الإسلام والمسلمين. آمين. وتؤيد كلمة الحق والدين. آمين. وأن ترفع درجاتنا. آمين. وأن ترحم موتانا. آمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. آمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. آمين. وأعلي كلمة الحق والدين. آمين. فمن إلى رحمته المفار. آمين. ومن إليه يرجو المطار. آمين. ويا قارب العفو يا مولاه. آمين. ويا مغيث كل من دعاه. آمين. استغثنا يا مغيث الضعفاء. آمين. فأنت يا ربي حسبي وكفى. فلا أجل من عزيز قدرتك ولا أعز من عزيز استواتك. لعز ملكك الملوك تخضعه، ترفع من تشاء بقدرك وترفعه، والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده، وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك، فارحمنا يا من لا يزال رحيما بذكره ولا يزال عليما. اللهم استرنا وفرج عنا واكرمنا ولا تهنا، واعطينا ولا تحرمنا، وزيدنا ولا تنقصنا. مولانا السلطان اللهم انصر ولا تنصر عليه. اللهم وفقه الخير وعينه عليه. اللهم اصلح به وعلى يديه. اللهم احفظه بالسبع المتاني والقرآن العظيم. اللهم كن له وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم قر عينه بولي عهده وجورة عقده مولاي الحسن، وانبت نباتا حسنا، وشد عضده باخيه السعيد المولى الرشيد، واحفظه في سرة الكبيرة والصغيرة يا رب العالمين، بحرمة طه وياسين وبحرمة القرآن العظيم وبسر الشافي الوافي الكافي السبع المتاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى
عليه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.